المخطوطات. مخطوطات قديمة لوصف مصر. مخطوطات قديمة. وهذا طبعا هذا وصف مصر هنا. هذا طبعا كتاب عن علم الحيوان. هذا كتاب فلكي عن الاسطبلاب اللي هي تعتبر من الأدوات الفلكية اللي تم استخدامها من قبل المسلمين، قاموا بتطويرها. كتاب عن الاسطبلاب هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا من معرض الشارقة للكتاب. وعليكم السلام.